السلام عليكم. هنا مثال توضيحي في موضوع الجينوتوبيك بيكتشر والفينوتوبيك بيكتشر، كيف العلاقة بينهم، في أنه بعض الأحيان بيحصل في عندنا تسميات مختلفة للفينوتوبيك بيكتشر اعتمادا على طبيعة الجينوتوبيك بروبلم. هذا الكلام حيكون واضح في موضوع الهيموجلوبين النباتي. الهيموجلوبين النباتي طبعا احنا بنعرف احنا يعني كلام هيماتولوجي انه في عندنا مشاكل في الهيموجلوبين، ممكن تكون عباره عن كوانتيتيف بروبلم وكواليتيتيف بروبلم. كواليتيتيف بروبلم انه الهيموجلوبين في عندنا مشكله في موضوع الفانكشن ككواليتي، يعني في عندي اذر تايب او هيموجلوبين. والكوانتيتيف انه في عندي مشكله في الكوانتيتيف لها علاقه في موضوع التلاسيميا خاصه، وهذا الهيموجلوبين النباتي في عندنا منه الفا تلاسيميا وعنده بيتا تلاسيميا، واحنا عارفين البيتا جين وين موجود. البيتا جين موجود عندي على كروموسوم 11 والالفا عندي على كروموسوم 16. اللي عايز اوضحه هنا في هذا الموضوع اللي هو الفيجر الموجود عندي انا هنا. الفيجر هذا بيوضح لي نوع من السمري ما بين الفينوتوبيك والجينوتوبيك ريليشن شيب في البيتا تلاسيميا. احنا بنعرف انه الالفا تلاسيميا موجوده عندي على اساس انه في عندنا اشكاليات بالالفا، وهذا الكلام يعني يحتاج الى شرح اخر. حنتحدث عن البيتا. البيتا هنا بنلاحظ على كروموسوم نمبر 11 في عندنا تو الليلز بشكل او باخر. من ناحيه كلينيكال بيكتشر او كلينيكال فينوتوبيك بيكتشر، الان في اسماء تعطى للتلاسيميا، بنبداها بالعظمى تلاسيميا ميجر، عندنا تلاسيميا انترميديت، تلاسيميا كونتريت، وتلاسيميا تقريبا سايلنت. ايش معنى الكلام هذا؟ الاسماء هذه من وين اجت؟ اجت انه في عندنا نوع من الديفيشنسي في البرودكشن، تمام. وطبيعه الديفيشنسي هي اعطت اللي هي طبيعه الاسماء الموجوده عندي في الكلينيكال فينوتوبيك بيكتشر. خلينا ننتقل للصوره اللي على الجنب هنا على الشمال. بنلاحظ انه البيتا لما اجي اقول انا في عندي انا بيتا بلس او بيتا زيرو، طبعا احنا بنعرف انه الاليلز موجودين في عندنا تو اليلز، ممكن يكون عندنا مشكله هوموزايغوس ومشكله ممكن تكون هيتروزايغوس، تمام. فلو جيت انا مثلا على سبيل المثال عليهم اعطي تسميه لتلاسيميا ميجر، اوكي تمام. التلاسيميا ميجر هنا بقدر اقول عنها بيتا زيرو، بمعنى انه بيتا زيرو انه there is no production of بيتا. يعني قلنا هنا نطلع عندي انا في عندي انا بيتا تو بيتا، بيتا من الكروموسوم 11 وبيتا من الكروموسوم 11 الاخر. فبتلاحظ انه عندنا الابيض هنا معناته ابروكسيميتلي زيرو بيتا برودكشن. الالفا في عندي الوت، طبعا هذا بحد ذاتها بروبلم. اذا هنا البيتا زيرو اجت لي من انه في عندي ايش؟ كومبليت ديفيشنسي على مستوى البيتا جلوبولين بروتين. فنيجي نطلع هنا في الهوموزايج وص بيتا زيرو بيتا زيرو، ايش يعني؟ وكانه بيقول لي الاليل بتاع بي بيتا ابروكسيميتلي زيرو برودكت، والقبلي هنا زيرو برودكت. طيب الان في عندنا كمان برضه ما زلنا نتحدث على برضه ما زال بيقول لي بيتا تلاسيميا ميجر، انه في عندي بيتا بلس بيتا زيرو. ايش يعني بيتا بلس بيتا زيرو؟ بيتا بلس بيتا زيرو ممكن يحصل عندي ان وان اوف ذا كروموسومز، هذا عندي كروموسوم وهذا كروموسوم، انه يكون واحد من الكروموسومات زيرو، تمام. الكروموسوم الثاني ابروكسيميتلي ذير از ديفيشنسي، يعني مش شرط يكون زيرو، ممكن يكون عندي في عندنا برودكشن از ليتل، تمام. وعلى هذا الاساس معناته في عندنا بيتا بلس بيتا زيرو، لكن ما زال احنا بنعطي الاسم كتلاسيميا ميجر. كمان عندي بيتا بلس بيتا بلس، ايش يعني؟ يعني هذه وضعيه هوموزايغوس بيتا بلس بيتا بلس، يعني واحد من الكروموس واحد من الكروموسومات في عندنا ديفيشنسي في انتاجه، والكروموسوم الثاني برضه في عندنا ديفيشنسي، لكن ما زال كميه كبيره بحيث انه ما زلنا احنا ممكن نسميها بيتا تلاسيميا او بيتا ميجر، عفوا بيتا تلاسيميا ميجر. ولكن هذا الكلام ممكن اعتمادا على قديش طبيعه الديفيشنسي، يا اما اسميها بيتا تلاسيميا ميجر يا اما بيتا تلاسيميا ايش؟ انترميديات بشكل او باخر. واضح؟ او ايش؟ تكون عندنا انتر ميديا. كمان صار في عندنا اوفرلابنج لكن شوي اكثر، انا بتميل للانتر ميديا، انه ممكن يكون عندي بيتا مايلد هنا مع بيتا زيرو، يعني هنا تقريبا الانتر ميديا لانه هنا مايلد. كمان عندي هنا بيتا بلس بيتا بلس برضه ممكن يكون عندي مايلد، هذا ممكن يكون بيتا بلس بيتا بلس، بس ايش؟ البرودكشن في عندنا ديفشنس كثير، هنا الديفشنس ممكن يكون نوعا ما اقل، لكن هو بيتا بلس بيتا بلس، تمام.
إذا فهمنا إيش معنات هوموزايج. وصف هوموزايج وصف إنه في عنا تو كروموسوم فيها بروبلم، وطبعا هوموزايج تقريبا نفس البروبلم عندي موجودة في أي كروموسوم من الكروموسومات. الهيتروزايج وصف إنه ممكن يكون عندي واحد أو من الكروموسومات تمام أوكي برودكشن، لكن الثاني زيرو، لكن هو عبارة عن هيتروزايجوس بيتا زيرو. تمام، هيتروزايجوس بيتا زيرو، لكن بشكل عام بقدرش أنا أسمي هيتروزايجوس بيتا زيرو، نو يا إما أسمي ميجر يا إما أسمي إيش، يا إما أسمي عندي أنا ماينر. يعني هنا بقدرش أقول عندي أنا لا ميجر، ها هنا مثلا بيتا زيرو هيتروزايجوس، معناته في عندي واحد منهم شغال واحد منهم نورمال. وكأنه انت بتيجي بتقول لي والله انا في عندي بيتا هنا ابروكسيميتلي طلع هذا نورمال تمام، وبيتا هنا زيرو، هذه انا بقدر احطها ما بين الانترميديات وما بين التريت. واضح انت لسيما ما بين التريتمنت وايش التريت والانترميديات. تصور عندك اللي هو الهيتروزايجوس الثانيه هي هيتروزايجوس بيتا بلس، برضه نفس القضيه بيتا نورمال مع بيتا بلس، صح بيتا نورمال مع بيتا بايلس، ممكن احطها اللي هو مثلا هنا تريد. واضح احطها عندي ايش التريد او مايلد التريد، تمام بشكل او باخر. تمام في عندنا ترسيم انترميديت واللي ممكن بعض الحين يكون دوميننت، ايش يعني نوع من انواع الديفكت اللي كان عندي في البيتا بشكل انه كانه بالفعل بيعطيني ديفيشنسي جامد. تمام نوعا ما اوكي لوك لايك ا دوميننت ديفيشنسي، لكن على الرغم انه البيتا عاده هو mostly recessive problem بيتا ثلاثيميا، لكن هنا حالة استثنائية. وممكن يكون عندي كمان على قبالها بيتا بلس في عندنا deficiency فسميتها بيتا intermediate. اوكي اذا معناته هنا بقدر اقول الاسماء اجت عندي من ثلاثيميا ميجر الى intermediate الى trade اعتماد على قديش محصلة المنتج بتاعت البيتا. تمام هي عندي سايلنت تقريبا ابروكسيميتلي واحد منهم في بلس، لكن ابروكسيميتلي فيري فيري ليتل ديفيشنسي عشان هيك سميته انا سايلنت. تمام او ممكن يكون عندي سايلنت مع سايلنت ما زالت ابروكسيميتلي قريبه من السايلنت في موضوع التلاسيميا التريد. اوكي هذا بالنسبه لموضوع بيتا تلاسيميا وكيف اجت التسميه بتاعت البيتا تلاسيميا. طبعا هنا صيانه دراسه اشتغلتها في الحديث كان على موضوع التلاسيميا، حاولت اعمل عمليه سيكونسينج وكذلك عملت ايفالويشن ايش طبيعه التلاسيميا بروبلم موجود عندي في غاز ستريب. اشتغلت على تقريبا 85 عينه تمام، وكان عندنا هذا الوضع في قطاع غزه. اوكي وجدنا في قطاع غزه انه والله في عندنا مشاكل ناس عندهم طبعا هذول الناس منهم بيتا بلس وبيتا ماينس. تمام اللي اخذناهم اوكي بيتا بلس وبيتا ايش وبيتا باير او ماينس. ايش يعني بيتا بلس او ال 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 البروبلم ان جنرال هي عباره عن ايش قلنا حطيناها تحت تلاسيما ميجر، كلهم عباره عن تلاسيما ميجر، ولكن في كروموسومات طبعا هو انت لما تيجي تقول عندي تلاسيما ميجر ممكن يكون انا عندي تلاسيما ميجر لكن عندي بيتا زيرو واحد من الكروموسومات زيرو والثاني عنده ديفيشنسي فعشان هيك سميتك ميجر. فهنا بقول لي انا في كروموسومات واحنا بنعملهم طبعا عددهم 9 من هذا التوتال 170 كروموسوم، لانه بتحكي على 85 عينه كل واحد 2 كروموسوم. فقال لي والله انا في عندي ناس عندهم عندهم الكودون 5 في تنتين ديليشن سي سي تي صارت عندي سي. تمام اوكي في اعداد كروموسومات موجود وجدنا عند الحالات هذه وهذا طبعا زيرو. تمام معناته اكثر على الفانكشن على البرودكشن. في عندنا ناس عندهم في الكودون 6 تمام جي تي جي تي جي جي اي جي. في عندنا اي في اس 1 1 ايش يعني الانترون انترفينينج سيكونس 1 اللي هو انترون نمبر 1 اول نيوكليوتيد تحولت من جي لاي واكيد ما دام في عندي مشكله في السبلايسنج فزيرو. تمام في عندنا اي في اس 1 6 تمام انترون نمبر 1 اللي هو الكودون النيوكليوتيد نمبر 6 حولت من تي لسي. تمام الترفي نوعا ما كنسبيه. في عندنا نيوكليوتيد 110 هذه شغلات وجدناها في المرضى بتاعين قطاع غزه جي ل اي. في عندنا كودون 27 تحول من جي سي سي ل تي سي سي. عندنا كودون 39 في عندنا تحول من سي اي جي الى تي اي جي وهذا اثر طبعا بشكل او باخر عن عمليه البرودكشن، ولانه ممكن يكون يعطينا برودكت يكون عندنا في الحاله هذه لو نمبر اوف امينو اسيد بروتين
او مثلا هايلي نمبر اوف امينو اسيد البروتين. لكن هذه اشياء وجدناها في داخل الكروموسومات بتاعت مين؟ بتاعت التلاسيميا بيشنت الموجود عندنا في غزه. وهذا الكلام كان في 2000 تقريبا 2004 الشغل كان 2004 نعم. الالفا تلاسيميا طبعا احنا نفس القضيه. الالفا تلاسيميا برضو انت ممكن نعطيها نفس الموضوع، يعني احنا تنساش انه في عندنا الفا 1 الفا 2 على كروموسوم 16، وكروموسوم 16 الثاني عنده برضو الفا 1 والفا 2. ممكن بعض الاحيان يحصل عندنا ديفكت على عده مستويات زي ما احنا شايفين هنا ماينس الفا ماينس الفا، وكانه في عندي ايش؟ الفا كامله رايحه والفا كامله هنا رايحه، بس يكون عندي الفا الفا اللي هو الفا 1 والفا 2 الفا 1 الفا 2. تمام، هذه صيغه من صيغ الديفيشنسي، ولكن بهذا الامر مش الوت. ليش تريد؟ لانه هذه عباره عن الالفا موجود اصلا، لانه انت عارف 2 بيتا يحتاج الى 2 الفا، ف 2 الفا ابروكسيميتلي موجود، فيش عندنا مشكله بشكل او باخر. لكن ممكن يكون عندي كمان برضه نفس القضيه تنتين ديليشن، يعني الفا 1 والفا 2 موجود على واحد اوف ذا كروموسومز صار له ديليشن، لكن الكروموسوم الثاني اوكي. هذا الامر موجود، فانا بكون في الحاله هذه تريد. لكن بعض الاحيان ممكن يكون عندي الالفا في مشكله انه الكروموسوم نفسهم صار فيهم ديليشن، نفس الكروموسوم على كروموسوم طبعا 16 الالفا 1 والالفا 2 هنا، والالفا 1 والالفا 2 ممكن يحصل. بعض الاحيان ممكن يكون الالفا 1 والالفا 2 هنا مع الالفا 1 هنا يصير فيهم ديفيشنسي، وكذلك العكس. هذه عدة أشكال من أشكال الديفيشنسي على مستوى التلاسيميا بشكل أو بآخر. بعض الأحيان ممكن يكون عندي مثلا الألفا كله ناقص، يعني الألفا ديليشن في الكروموسومات بتاعت الفضل وكروموسوم المضر، فيعطيني بشكلات 0 0 0 0. وهذا بيحصل بعض الأحيان، بينزل أطفال من بطن أمه بيكون عنده هيدروبس فيتاليس اللي هو بيكون بنازل ديت إنه فيش عندي ألفا أت أول، فمعناته في عندي أكيوميليشن أوف أذر بيتا جلوبولين، عفوا خلينا نسميه جاما جلوبولين، وبأثر انه يصير في عندي نوع من التوكسيسيتي وينزل ديت هذا المريض. كمان في عندي صيغ اخرى من الديليشن في داخل الالفا جلوبولين جين، انه ممكن يحصل عندنا بشكل طبعا مختصر انه احنا بنعرف انه الخلايا الجينز داخلهم في الكروموسومات في عندنا كروسنج اوفر ايكول كروسنج اوفر. بعض الاحيان بيجي عندي موقع انه بكون الكروموسوم، هاي الكروموسوم عندي موجود هنا تمام، الكروموسوم الثاني بيكونوش از بارل بالشكل هنا مع كروموسوم ياتي بهذا النوع، يجي امبرل. فالامبرل هذا بيحصل في عندي اوفرلابينج او بسموه ان ايكوال كروسنج اوفر. تمام، ان ايكوال ايش؟ كروسنج اوفر. والان ايكوال كروسنج اوفر بيعطيني بعض الاحيان برودكت، يعني جينز في عندنا بكون مشكله في كميه دي ان اي تقريبا بسموها الفا ماينس 3.7، يعني نتيجه الان ايكوال كروسنج اوفر. تمام، كان عندي ايش؟ كان عندي ديليشن ل 3.7 في 10 كيلو بيس بير، 3.7 في 10 ايش؟ كيلو بيس بير، وكانه واحد من الكروموسومات صار عندنا التقى الالفا 2 الموجوده هنا والالفا 1 الموجوده هنا، صار في عندنا ديليشن لاجزاء كبيره بشكل او باخر نتيجه الكروسنج اوفر الموجود، نتيجه الكروسنج اوفر ان ايكوال اللي صارت عندي بين الفا 1 والفا 2، فاعطاني منتج جديد الفا 2 الفا 1، يعني قطعه من الفا 2 مع قطعه من الفا عندي الفا 1 كانوا في كروموسوم اللي حصل نتيجه الكروسنج ان ايكوال كروسنج اوفر. اذا هذا نوع من انواع اللي بسموه ماينس 30 الفا ماينس 3.7، انه بيحصل نتيجه الان ايكوال كروسنج اوفر. تمام، بيلتقي عندي الالفا 1 مع الالفا 2 وحاصل عمليه الديليشن ل 3.7 كيلو بيس بير في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة في موضوع الهيموجلوبين، طبعًا أنا في عندنا هيموجلوبين نباتي له علاقة في الاستراكشرال، وإحنا قلنا موضوع الهيموجلوبين أبنورماليتي في عندنا اللي هو عبارة عن قلنا كوانتيتيف وكوانتيتيف. الكوانتيتيف تحدثنا عنه في موضوع التلاسيميا ميجر سواء كان ألفا أو بيتا، وعندنا في الهيموجلوبين نباتي على مستوى الكواليتيتيف اللي هو في موضوع وجود أبنورمال هيموجلوبين. وهنا طبعًا عدة أنواع في هذا الأمر، كثير من الأنواع من الهيموجلوبين بيكون فيها abnormality، زي ما نقول عندنا هيموجلوبين بارس، عندنا هيموجلوبين أم ميت هيموجلوبين، في عندنا هيموجلوبين مثلا اسمه بوينس أيرس، و a lot of types of hemoglobin، معناته في عندها مشكلة ممكن تكون في إيش؟ الكواليتي بتاعت الديليفر أوف ذا أوكسجين، وهذا ممكن يعمل لي مشاكل بشكل أو بآخر
له علاقة في الالتر اوكسجين ديليفري، ممكن يكون له علاقة بعض الاحيان في الهيموليتيك انيميا اللي ممكن تحصل عندنا بشكل او باخر. هذا جنرال توكينج على موضوع اذر بروبلم على مستوى الجين، كيف اعطاني امبريشن على مستوى الفينوتوبيك بيكتشر توكينج، طبيعه اسماء التلاسيميا، البيتا تلاسيميا زي ما قلنا ممكن يكون اسمه ميجر، اسمه انترميديت، اسمه تريت، على اعتماد ايش طبيعه الديفيشنسي اللي صارت عندي في كل من الجينات الموجوده على كروموسوم نمبر 11. وعندي كمان الالفا نفس القضيه، ممكن يحصل عندي ديليشن على اكثر من جهه سواء كان الفا 1 الفا 2، يا اما يحصل عندي الفا 1 والفا 2 مع بعض، يا اما يحصل عندي التو كروموسوم يصير لهم ديليشن من الفا 1 والفا 2، وممكن يحصل عندي مشاكل اخرى انه صار عندي ديليشن بسيرتين كيلو بيس بير. بعض الاحيان في عندنا ميديترينيان الفا تلاسيميا تقريبا 70 كيلو بيس بير بصير لهم ديليشن، وفي عندنا تقريبا طبعا صحيح من خلال شغلي على عينات غزه وجدت انه في عندنا عينات عندها الفا ماينس 3.7 كيلو بيس بير ديليشن، موجود هذا الكلام، كما انه هذا الكلام منتشر اكثر في دول شرق اسيا يوجد عندهم ماينس 3.7 كيلو بيس بير ديليشن. كذلك يوجد عندي هيموجلوبينوباتي من ناحيه كواليتيتيف، من ناحيه ستراكشر اب نورماليتي، وعديد العديد منها موجود عندنا اب نورماليتي في الهيموجلوبين ادى انه يصير عندي مشكله في الاكسجين ديليفري، وكذلك ممكن يؤدي يصير عندي هيموليتيك انيميا. اوكي، هذا من ضمن الاشياء اللي احنا ممكن نحكي عنها بشكل عام لتاكيد المفهوم كيف علاقه الجينوتوبيك بيكتشر، الجينوتوبيك بروبلم مع الفينوتوبيك بيكتشر، وكيف تيجي الاسماء بتاعت الفينوتوبيك تايب للدلاله على طبيعه المرض الموجود عندي. بهيك ان شاء الله بنكون انهينا موضوع الابنورماليتي على مستوى المالتي فاكتوريال بروبلم، وكذلك على مستوى الكانسر، وكذلك الحديث على موضوع الهيموجلوبينوباتي وايش العلاقه ما بين الفينوتوبيك والجينوتوبيك بيكتشر. ان شاء الله بضل عندنا موضوع اخير ان شاء الله نتحدث عنه المره القادمه اللي هو موضوع الجينيتك او الهيومن جين مابينج، ونتحدث عن اللينكج وطبيعه الابلكيشن تاعتهم. وان شاء الله رب العالمين تكون الامور هيك انتهينا في المحاضره القادمه من موضوع ميديكال جينيتكس كورس، وإن شاء الله تكون الأمور فيها نوع من الاستفادة. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.